بنروح على الدراما والغناء، الفقرة الفنية. هلا الفقرة الفنية بين المسرح والدراما والغناء، تبدع الفنانة الكويتية شيماء سليمان بتقديم أعمال مختلفة، وآخرها أغنية منسيتك التي طرحتها قبل أيام وتم تصويرها وين؟ في جورجيا. شيماء التي لا تكف عن البحث عن كل ما هو جديد ومختلف في عالم الفن، كانت قد قدمت أغنية سبانيولي والتي أدتها باللغة الإسبانية وحققت نسبة مشاهدات عالية. وتنضم إلينا في الاستوديو الفنانة الكويتية شيماء سليمان. صباح الخير شيماء. صباح. أهلا وسهلا. بونس دياس شيماء. بونس دياس. بما أنك بتغني بالإسباني. إيه أنت ما شاء الله مبين عليك أن أنت تتكلم إسباني. شوي أنا بتكلم إسباني. بس كيف أول شيء خلينا نبدأ بقصة الإسباني. كيف إجتك الفكرة؟ هل هي تقليد لميامي؟ لأنه غنوا سينيوريتا أولا أولا سينيوريتا بونس دياس. طبعا هو يعني اكيد هم قدموا اغنيه مميزه وفتحت إسباني. يمكن فتحت باب، بس انا ابدا ما كانت الفكره اني اغلد. شو الفكره صراحة. احب اغني لغات مختلفه. ايش بتغني لغات غير الاسباني؟ يعني انا غنيت في اللغه اللبنانيه، اللهجه اللبنانيه. اوكي. اي وانا لان ادرس دراستي كانت فويس، تخصصي اصوات، فأحب أجرب اللغات المختلفة، ألماني، إيطالي. طيب يعني نرجع لبدايات شيماء. صعب. شيماء أنت غناء، ثم بس نذكر أنه خالة شيماء هي مرام. صحيح. الفنانة مرام اللي بنحبها كثير. كيف؟ وزوجها مطرب. يعني أنت زوجي المطرب أيضا. نعم. يعني أنت من عائلة فنية شيماء. هل هذا بيأثر بعملك الفني؟ كيف يعني؟ عندما تختاري أغاني هل بتراجعي العائلة في اختيار الكلمات والألحان وتوزيع هذه الأغاني؟ طبعاً أنا ما أستغني. مين أول شخص بتراجعيه؟ أول شخص زوجي طبعاً، بعدين الوالدة، وبعدين خواتي، يعني العائلة، دائرة بيتنا يعني، وبناتي للأمانة وايد يهمني رأيهم بشكل ما تخيل. وبنتك بتغني بتوقع، غنت صغيرة أوبريت الدولة. أوبريت الدولة. عائلة فنية ومواهب متعددة. قبل ما نحن نكمل نقاشنا حابين نستفيد من وجودك معنا بصباح العربية، ونبدأ بأغنية أنت حابة تسمعينا إياها أو إحنا حابين نسمعها، بالإسباني أو باللبنان، لهجة لبنانية خيارك. أنت شو بتحبي؟ بالإسباني. الإسباني. أوكي يلا تفضلي. Recuerdo cuando te conocí por primera vez. Yo no sabía lo que venía después. Se me paró mi alma, pillé pasé la calma. Yo solo quiero perderme contigo. Ole. A mi amor, mírame, mírame enamorada y contenta. A mi amor, mírame, que estoy enamorada y contenta. الله ميرامي انظر لي. أيوة. أول ما بدأت ريكوردة تتذكر لما التقينا شفتك أول مرة. عدل صحيح. رائعة. تسلم. طيب تفضلي. دخولك لعالم الفن كيف بدأتي؟ أكيد نحن حكينا أنه أنت يعني تجي من عائلة فنية، لكن هل كان هذا قرار شخصي ولا كان بدفع من العائلة؟ بصراحة هو كان من الوالدة. الوالدة هي تشجيع، يعني تشجيع من الوالدة، هي لأنها فنانة أيضا ممثلة، فكانت دائما يعني هي عارفة أن أنا عندي موهبة الغناء وأحب الغناء، يعني كان عندها علاقات في المجال الغنائي أكيد، فكانت ترشح مشاركتي في أعمال.
وكنت أغني. أنا يعني ظهرت يمكن فترة متأخرة، بس أنا أغني من كان عمري 13 سنة. نعم. طيب شيماء، بنعرف إحنا السوق الفني بتراجع خصوصاً في مجال الفيديو كليب، مش كتير فنانين ينتجون فيديو كليب، لكن أنت بعدك مستمرة بعمل فيديو كليب مؤخراً بجورجيا بتبليس التصوير. صحيح. ولا وين، بأي منطقة؟ تبليسي هي كانت، والله بصراحة ما ذكر شنو كان، لأن إحنا صورنا بكذا منطقة. طب هل هذا لاحظنا طبعاً الفنانين خففوا كتير من هذا المجال، مجال تصوير مؤخراً الكليب. صحيح. أنت ليه بعدك مستمرة؟ برأيك إنه الأغنية تصل بالصورة والقصة ستوري تيلينج أكثر من الصوت؟ في أغاني هو مو إن سالفة إن أكثر من الصوت، في أغاني تحتاج إنها تكون توصل الفكرة أكثر. يعني أنا وايد صادف عندي أغاني يقولوا لي ما فهمنا المعنى، ما فهمنا المقصد. فأنا بالذات هالغنية هذه كان فيها حالة، فيها مشاعر، يعني حبيت إنها توصل حق. محتاجة يمكن لشرح أكثر. لشرح أكثر بالضبط. فأنا بعدين أنا من الناس اللي ربينا إحنا على جيل الفيديو كليبات، وأحس إن الأغنية تكتمل في الفيديو كليب. صحيح. فحرصت إني أظل أنا على هذا الطريق. بالعكس، يعني أنا أشوف إنها هي مثل توثيق حق الأعمال الغنائية. لا أكيد، يعني بالنهاية مشاهد ومتابع حتى لو بنسبة أقل من أيام زمان. صحيح. شيماء، بدي أسألك عن غنيتك الجديدة اللي راح تصدر بشهر سبتمبر المقبل. اسمها غريب شوي، بل هذا الحب واشرب ميته. أنت كملتي، هي اسمها بل هذا الحب. أنا رحت أعطيتك كل أعطيتيني التكملة. صحيح. هي مش بل واشرب ميته، لا، بل هذا الحب اسمها. وبعدين وشرب ميته، هذه باقي الاغنيه، المقاطع باقي الغناء. يعني احكي لنا شوي عن سبب اختيار هذا الاسم وكمان القصه وراء هاي الاغنيه الجديده. اختيار هذا الاسم لان حسيت انه هو يعني وايد كاتشي شويه، وهو الانترو مال الاغنيه اساسا، فحسيت انه فكره تقوي المره، بحكم ان انا اغنيتي اللي توها نزلت ما نسيتك كانت في تناقض. في تناقض. اوكي، انت صدتها ما نسيتك، بس بل هذا الحب اشرب ميتك. خلاص، يعني عطته فرص وايد، خلاص. طيب. قلنا بل هذا الحب، باي باي. قبل باي باي بدنا اغنيه لهجه لبنانيه. ايه، ليش لا؟ تم، راح اغني لكم اغنيه بس بدها مايك اذا ممكن. اي اكيد، بس اعطينا شيء لفيروز مثلا. فيروز مثلا من الصباح، او غنيتها هي، يعني اللي انت حابب، اللي انت بتحبي. خلطيهم مع بعض، كل واحده 30 ثانيه، تفضلي اذا بتقدري. مشتاق وعم بحلم شوفك، بالساعة بدل ايام، بعرف صعب كتير ظروفك، وأهون شوفك بالأحلام، مشتاق، بعرف إنك صرت بعيد، مهما حاول أقول عيد ما فينا نعيد من جديد. لا. اللي كان مشتاق تقلب من ميل الميل، ع صوتك انت بهالليل مش عارف يذكرني فيه، او هالنسيان. برافو، استحبه وحده بدون نفس. برافو والله. عاد انا مو متعوده اغني الصبح، يعني شويه تدرون لازم الغنية يبي لها فوكاليز، بس انه أحب هالغنية هذه، وايد قريبة لقلبي. هذه من أعمالي اللي قدمتها قبل سنتين تقريبا، كانت من ألحان وكلمات الفنان مروان خوري. حلوة كتير. والله مبين لمسة مروان خوري. إحساسه. شيء بعد الإسباني كنت عم تحكي إنك بتحبي تغني بلهجات ولغات مختلفة. بعد الإسباني. الصيني، غني لنا شوي بالصيني. كنا شوية صعبة شوية، بس عادي إذا تدربت عليها ممكن إني أتقن. طيب، وعدتينا بشي لبناني غنيتي، بس فيروز ما سمعنا. بدك فيروز؟ فيروز يا ريت. في شيء معين عشان ننهي معاك، بقي معنا أقل من دقيقة ننهي معك. ختامها مسك حلقة اليوم، يلا اختمها مع أحلى صوت. ما شيماء، ما
تذكر آخر مرة شفتك سنتا تذكر وقت آخر كلمي قلتا ما عدت شفتا